السلام عليكم اخواتي، ومرحبا بكم معايا اليوم. ان شاء الله غادي نشارككم طريقتي في تحضير السفه. عندي نص كيلو ديال السفه، ها هو. دابا غادي نبسبسو بالزيت المائده، نحاول نبسبس السفه ديالي مزيان بزيت المائده. لهذا الشكل البرمه ديالي درت فيها الماء، دابا راه الماء طاب ليا. من بعد ما السفه ديالي درت ليها الزيت، دابا غادي ندير هاد السفه في الكسكاس. بسم الله، باش غادي نديرها تفور. من بعد ما نديرها ندير الكسكاس في البرمه، نخلي السفه تفور مزيان ونحاول نغطيها يعني بشي غلاقه ولا المهم اللي عندكم. حاولوا تغطيو به هذه السفه يعني باش داك البواخ يبقى يدور فيها باش توجد لينا الغير. السفه ديالي ها هي من بعد ما فارت، دابا غادا نسقيها بالماء طايب، الماء اللي عندي في البرمه بها غادا نسقيها. بهذه الطريقه هذه كتوجد لينا السفه دغيا. نهز الماء من البرمه ونبدا نسقي. هانتوما على هاد الشكل، ني عا كيتفزق لينا. هانت دابا غادي نحاول نحلها هكا بالفرشيطه هذاك الماء السخون. هانتوما درت الماء كيتفزقني شاف، ها كيما كيبان لكم القاعه القصريه ها هانتوما فيه الماء. هذه الطريقه بالماء سخون دغيا كتوجد السفه. المهم دابا غادي نخليها حتى تشرب، نغطيها بشي حاجه ونخليها حتى تشرب ونرجع لكم. السفه ديالي غتكون شربات دابا، ها هي شربات. دابا غادي ندير ليها واحد الرشيشه ديال الملحه. هانتوما نحاول ندخل هذيك الملحة فيها. دابا غادي نديرها في الكسكاس. كيف ما سبق لي قلت لكم اللي ديروها في ديروا الكسكاس في البرمة، حاولوا تغطيو السفة بشي حاجة يعني باش داك البواخ يبقى يدور لينا في السفه باش تبوخ مزيان. دابا غادي ندير هاد تفور هاد الفوره ونولي لكم. دابا من بعد ما فارت ليا الفوره الثانيه غادي نخويها في القصريه ديالتي. وغادا نحاول نسقيها، غنحاول نسقيها بالماء اللي عندي في البرمه. هاد المره حاولوا ما تكثروش الماء بزاف، حيت المره الاولى سقيناها يعني راك شتو سقيتها مزيان. دابا غادا نحاول نحل هاد الفرشيطه، الفرشيطة كتساعد هي اللي كتحل السفة، يعني تخدم الفرشيطة يعني دغيا كتحلها لك. بس ما نقدروش نديرو فيها يدينا حيت سخونة بزاف،
فهم الفرشيطه هي اللي تساعدني. دابا غادي نغطيها بالصينيه ونخليها تشرب. دابا غادي نطلع السفه ديالي واش شربات. هانتوما اخواتي من بعد ما شربات ليا شفت تبارك الله كتجي مفركه. دابا عندي الزبيب مسبق ليه في الزيتون، غادي نديرو في القاع ديال الكسكاس حيت هذه هي التفويره الاخرى، يعني السفه دغيا كتوجد كنديرها كندير ليها ثلاثه ديال التفويرات فقط اللي كتسقيوها بالماء طايب دغيا كتوجد. من بعد ما درت الزبيب في القاع ديال الكسكاس غادي نحاول ندير السفه عليه. هي ملي كتسقيوها بالماء بارد يعني كتشد الوقت، كتفوروها حتى لخمسة ديال التفويرات، ربعة ولا خمسة ديال التفويرات، ماشي بحال يعني كتسقيوها بالماء طايب وتخليوها تشرب يعني دغيا كتوجد ليكم. وهانتوما كيما سبق ليكم شفتو يعني كتجي مفركة يعني ما كتعجن ما والو. دابا غادا نديرها تفور، نخليها تفور مزيان باش ان شاء الله غادا نقدمها. السفة ديالي هي وجدات خويا في القصرية ونحاول نحلها مزيان باش غنحطها في الصحن ديال التقديم. عندي هنا الزبدة النوعية الجيدة، عندي السكر كلاصي، السكر كلاصي غديرو يمكن المهم نتوما على حسب، كاين اللي كيبغي الحلاوه كاين اللي ما كيبغيش الحلاوه بزاف. درت انا القالي فقط. دابا غادي نحاول ندخل هاد الزبده وهداك السكر كلاصي هاد السفه حتى باقا يعني سخونه سخونه بزاف. داكشي كنستعمل الفورشيط باش تساعدني. هانتوما اخواتي كتجي مفركه يعني تاع الطريقه سريعه وك يعني توجد لك السفه دغيا يعني بدون صعوبات. دابا غادي نديروها في صحن ديال التقديم. بسم الله. دابا غادي نبداو نديروها في صحن ديال التقديم. غادي نجيب كاوكاو، عندي كاوكاو ها هو مهرمش يعني اللي بغيتو نتوما زينوه بالكاوكاو ولا باللوز يعني لكم الاختيار. غادا نضيف له هاد نص معشقه ديال نص معشقه صغيره ديال القرفه يعني باش يعطيني النسمه زوينه. نحاول نخلط مزيان. وغادا نحاول ندير هنا فلوس، ندير فلوس وندير يعني مني نسالي السفة ديالي كلها نزين به من الفوق. غندير هاد السفة اللي باقية لي هنايا
دابا غادي نبدا نزين هاد الكاوكاو اللي عندي مخلط مع شويه ديال القرفه. غنبدا نزين السفه ديالي من الفوق هانتوما ومع الجوانب. دابا غادا نزين بالقرفة دابا بقى لي السكر كلاص يعني كل واحد وطريقته ديال التزيين كل واحد وكيفاش بغى يزين السفه ديالو. انا زينت على هذا الشكل وانتم كيبقى لكم الاختيار. اخواتي بالصحه والراحه، نتمنى من الله هاد الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم وتحاولوا تجربوا الطريقه هذه، يعني كتجي زوينه وسهله في نفس الوقت، وكما سبق لكم وشفتوا يعني كتجي السفه يعني محلوله يعني ماشي مدقسه ولا يعني كتجي مفركه زوينه. نتمنى من الله تكون نالت الاعجاب ديالكم ونتمنى من الله تجربوها، وشكرا لكم على المشاهده. والمهم اللي عجبكم الفيديو حاولوا تشتركوا في القناة وديروا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.